مساء الخير. نعم. كفتة. كفتة ايه؟ كفتة اللي طلبتوها. احنا ما طلبناش كفتة. طلبتوش كفتة ازاي يعني؟ مش البيت ده رقم 8؟ ايوه هو، بس ما طلبناش كفتة. طب يعني العنوان صح؟ في ايه يا شوقية؟ ده واحد جايب كفتة. اه يا حبيبتي دي الكفتة اللي انا طلبتها. وانت طالب كفتة ليه بقى ان شاء الله؟ الله يا شوقية، راجل نفسه في الكفتة، هنقول له لا. ومين اللي هيحاسبه؟ في ايه يا شوقية؟ انت لازم تحرجيني قدام الراجل ولا ايه؟ انت اللي هتحاسبيه. طب والله العظيم الكفتة دي لما دخلت البيت وعزيمة الراجل عليها هتكوني طالعة بالتلاتة. نعم. طب مش دافع وطلقني. طب روح انت كل سنة وانت طيب. روح 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 طيب. روح. جرى ايه يا شوقية؟ في ايه؟ انت كل مرة لازم تحرجيني كده؟ في ايه يعني طالب كفتة؟